فضيلة الشيخ، هناك مؤسسة للصرافة فيها صندوق للاستثمار يسمى صندوق العملات، حيث يتم شراء عملات بعملات أخرى وفيها ربح شهري يساوي 5% إلى 8%، كما يقول الموظف، ما حكم هذا الاستثمار؟ بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض في المجلس، لا بد من شرطين: تساوي في المقدار، التقابض في المجلس. أما إذا كانت العملات مختلفة، عملة من دولة والعملة الثانية من دولة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يشترط التقابض في المجلس، تجوز الزيادة لاختلاف الجنس لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم.